اعطيه كيفاش يفرح بالحياه. التونسي يحب فرحه الحياه، يحب العلم، يحب الحريه، يحب يعيش. مش مسجين نكد المصايب اللي قعدتنا هذاك. علاش انا نقول لهم تتو نسوا يرحمكم الله، اجاوا لبلادكم تتو نسوا، اجاوا لتونس راكم غرباء عن ارضنا، غرباء عن ثقافتنا الى اخره. هذا تقريبا شو كيسع كيسع بارك الله فيك. العفو سامحني. احنا كما قلنا راهو حصلنا الوقت ريالمون. خويا احنا شارين سيدي مختار نرجعوا بارك الله فيكم. حسب تجربتك سي حمادي بن جبل، لو تعطينا كما نقولوا بسطة أو فكرة كيفية المحافظة والتصدي إلى مخربي ومحطمي الهوية التونسية، لو تعطينا استراتيجيات، لو تعطينا نصائح كيفاش نجموا نتصدوا للمخربين هذوما باش نحافظوا على الهوية التونسية. وشكرا. أحمد شعباني ولاية القصري. أحمد شعباني ولاية القصري. سلام. وحاك سوري من المرسى. جوست جو في دير جو في بارلي ان بو دو باتريوتيزم. On sait bien que le patriotisme c'est l'attachement profond à sa patrie avec la volonté de la défendre et la promouvoir. Et je pense que le Tunisien a perdu cette vocation. Donc, la preuve en est, on remarque l'immigration clandestine. Il y a aussi les politiciens qui essayent de servir leurs intérêts personnels. Donc, je voulais savoir, d'après vous, c'est quoi le diagnostic de cette situation-là? Et est-ce que vous avez des scénarios pour la sortie de crise au niveau du patriotisme? سامسيو عندي سؤال. محمد درويش من مرسى. عندي سؤال يروج فيه منذ سنين، علاش العالم الكل بما فيهم جرمان يتقدموا ونحن في تونس رمز الحضاره على قد ما العوام تتقدم نحن نوخروا لحد الان ما حبش نستوعب علاش نحن ديما نوخر. شكرا. نكتفي بقدر بسم الله الرحمن الرحيم. هاني مخلوفي ياسر. حبيت نشكر الدكتور حمادي مخلوفي. هاني مخلوفي. حبيت نشكر الدكتور حمادي بن جبل باعتقادي في انه على وقت اللي عملنا حكينا على التجربه في امريكا وحكينا على تجارب عديده اللي فيها نوع من الدمويه لتاسيس الدول. الان ترى انه هذا بحد ذاته تبرير لبناء دول العظمى. وإذا هذا تبرير هل أنه يصبح اليوم في صالح التيارات الإسلامية التي هي أيضا سوف تدعي نفس الادعاء؟ وشكرا. صح. فما سؤال نعطيه الشيرة هذه ما وصلناهاش. كمل المسج. صبري طولين. سبري مين؟ معروفة سبري. أنا في نفس السياق اللي هو حكى عليه الأخ لما حنا سبقني، أما حبيت نقول والدكتور يحكي على المسار التاريخي مع الدول الأوروبية مثلا فرنسا الثورة الفرنسية ولا على تاريخ أمريكا.
معناها اقتنعت جدا انه حتى معناها نوعا ما الدكتاتوريه اللي كانت مستعمله كانت مبرره انه لبناء دوله وكانت الهدف معناها واضح وتبناء الدول هذه. اسكو في تونس نحن اليوم افتقدوا نوعا ما للهويه باش يكون الهدف نتاعنا واضح في بناء دوله، او نحن نفتقدوا للشخصيه ذاتها، الشخصيه اللي تكون بالحق معناها قادره معناها على البناء. خلينا نعطيو الشيره هذه السي مختار. نعطيو الشيره هذه ونا تواز انترفرون وقعوا نكملوهم نكتفيو بهم. سامحوني الاخرين راهو ريالمون لكن الخطا اللي صار في عدمان واحد المفروض فيه تسعه. بون على فكره لازم نرجعوا لكم. تفضل. اصلا اكرم بالحاج عمار الله يكرم. انا السؤال نتاعي كي حكيت لنا على الهويه قلت لنا الشعب التونسي يحب العلم ويحب فرحه الحياه. شنو هي ترى التقاليد نتاعنا في الهوية التونسية؟ عاد وقتها نحن كما نقولوا كانش نقعدوا ديما نحب العلم ونتابعوا الأجانب، وقتها التقاليد نتاعنا ماهيش في تأسس الهوية التونسية حسب رأيك. على خاطر ما حكيناش على التقاليد نتاعنا. لا معناها قال لك كانوا العلم أو الأكبار على العلم كانوا على حساب التقاليد. هذا إيش تقصد معه؟ نزار مفتيمة ولاية المهدية. نزار مفتيمة ولاية المهدية. بالنسبة لي الهوية الوطنية نزلنا نحكيو عليها في إطار العولمة نجم ولا على خاطر تو في إطار العولمة ما عادش نجم تحافظ على الهوية الوطنية. الغزو الثقافي جاي من كل جهة. لله كيفاش باش نجم نحافظ عليها؟ كيفاش أنا نجم نوقع خويا الصغير ولا ولدي في المستقبل انه يحافظ على الهويه التونسيه والعادات والتقاليد؟ تو مثلا الهالوين العادات التونسيه ولاد الشباب التونسي كيف يحتفل بها؟ من اين المحافظه على الهويه الوطنيه؟ في اثار العوله الماء؟ شكرا. يعطيك الصحة على المحاضرة وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. محمد باسم عبد المزاوي. أنا نحب باش ندخل في صلب الموضوع ونحب نسألك شنو هي رأيك في الأحزاب اللي جات بعد ثورة 2011؟ وهل أنك ترى اللي الأحزاب هذه اليوم تطمس الهوية التونسية ولا لا؟ نحب نشوف الرأي نتاعك في المسألة هذه. نكتب فيه سي مختار. كمل أخي بلا يكون أخي إن شاء الله. السلام عليكم. رمزي الطيف من سوسة قبل قطاع الصغر. قلت لسيادتك بورقيبة كان ديكتاتور، لكن تصور انت بعد الحقبة كاملة تاع نظام مالكي في تونس، وتعرف لي حتى لغاية الستينات كانت حتى فما نعرة تاع قبلية وكذا، تنجم تطبق معناتها الديمقراطية في تونس ولا هذا يبرر معناها تدرج، لازم فما تدرج باش تنجم انت توصل الفكره بشويه بشويه للسيتويان من المواطنين ان فما حاجه اسمها ديمقراطيه، ما تنجمش تصد. لو كان عندنا نجيو الوقت الحاضر توا نقولوا باش نرجعوا لنظام مالكي بعد قداش من حقبه قعدناها في الملكي كتبوا معناها حقبه معناها ديمقراطيه دونك مش تصير في الشوك. هذاك علاش ما تنجمش انت زاد كيف خرجت بعد 356 عام معناها نظام ملكي وزيدهم فتره الاستعمار وبعد كي تفاجئ الناس تقول لهم فما ديمقراطيه كيفاش باش تطبقها الديمقراطيه هذيك؟ وما تنزلش بالطبيعه النزعه القبليه يقول لك لغايه الستينات السبعينات ما تعرف نزلت بلاصتها في تونس. وشكرا. يعطيك الصحه. كنت تحب الاستاذ الخطيب تقريب بداية تشوف مخصوصة تعقيب صغير على بداية تشوف تعقيب صغير على السؤال الأول اللي طرحه الأستاذ على معناها نحن تمرت علينا في 15 حقبات تاريخية ديجا معناها نحن في حقباتنا كي نرجعوا للتاريخ غير ما نستلموا يعني بإحصائيات ولا حاجة نعرفوا روحنا في احنا ديجا نحن في البحر الأبيض المتوسط ديجا واحنا ديجا ميلونجي تعقبت علينا برشا الحضارة البونية الحضارة القرطاجية جات هي من بعد الحضارة البونية اللي عملتها عليسة ومن بعد صارت من الحضارة القرطاجية كي تحاربت هي ومع الرومان احتلت روما في ميفاش تونس ولينا الحضارة الرومانية من بعد جات الحضارة وقت اللي ولات دولة تركية هي دولة العثمانية تعقب
مشروع اللي وعندنا نحن بيت بعد جدت الدولة هي في عادات هي دولة الإسلامية هذيك هي اللي جاب منها أكبر منافع من بلد مع وزارة جانب الاحتلال الفرنسي معناها احنا ديجا في حدتنا معناها رسوم ينوجي معناها المقبل معناها كانوا تعقيب على الإستاذ شكرا بلاك تسمعوا قبل ربما نحبش نتخاف ما ننسى في الحقيقة أنا ما قلتش يجونو ديري جميع أنه بورقيبة كان ديكتاتور لا قلت أنه بورقيبة سبق إنشاء الظروف التي تكون بها الديمقراطية ممكنة على الديمقراطية نفسها هذا وقلت أنه جميع الرؤساء في عصره كانوا تقريبا على نفس المنوال السادات عبد الناصر الناس كل ما كانش فيهم حتى واحد الهم الأول بتاعه الديمقراطية الهم الأول بتاعه بناء الدولة هذا يعني بناء شعب هذه الحاجة وقلت روى هذا مش عن نحن العرب والأثاث والبر حتى عن لبير فونداتور الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية وحتى عند المناظرين الكبار كيما روسو ومونتسكيو يعني يسبقون على البناء الوطني هكذا على الديمقراطية ثم يجي وقت بعد تصبح الديمقراطية ممكن يعني باش من يعني باش نقول أنا في لغة العلم السياسي بورقيبة سيتي ما كانش ان ديكتاتور كان ان اوتوريتير ثم فرق كبير ما بين الاوتوريتاريسم وما بين الديكتاتور انا مانيش مش نطول شوي الاخوه اللي تكلموا لي بالقصري انت تعرف القصري ثم الرقاب تقول لي هكا وفي الرقاب اقدم معبد في العالم هكا تشوف الكتاب اللي خرج الشاذلي القريبي عام 72 وقت اللي هو وزير الزملاء المؤرخين سكراك اللي يقول لي مجمعه معبد المياه في يعني تقريبا عنده 100 قرن قبل المسيح يعني اكثر من الفراعنه واكثر من كذا ان في هذه الارض ربما البشر الاول الذي رفع عيناه للسماء معتقدا ان وراء العالم المرئي عالما لا مرئيا حيث تنقلوا احنا انه يعني هذا جزء من تاريخنا ان نحب المعرفه ان نحب العلم ان نحب الاطلاع مش توبا حتى من قبل يعني احمد باي ايضا ما نعرفش عليه من جاي انا احمد باي ربما ما نعرفش عليه ربما راهو اسكلاف ولا حاجه يعني كيما ما يهمش لكن عمل حاجه باهي وكا ولا دونك مهم عمل حاجه للبلاد وذاك علاش نعترفوا بها انا علاش نقول انا معناها يعني كيما الحكايه بجد معناها مسالش مانيش باش نجاوب على كل واحد هكا سامحوني ولا لانه ما عندناش وقت وزميلنا يستنى معناها العولمه انا اللي يمسمان لا مش كذب استدعاوني بارك الله فيهم كيما انتم بارك الله فيكم الاخوه الدبلوماسيين التونسيين قناصل وسفراء ودرشموا وكذا باش عملنا محاضرة على كيف نفسر صعود اليمين اليوم في فرنسا وصعود الناسيوناليزم معناه القوميات الفرنسية وربما صعودا يهدد شو اسمه هو الاتحاد الأوروبي بالاندفاع ثم يهددنا نحن لأن من أول حاجة بند فيها المغاربة والدرشو يروح الدار تعرفوا عن تقييم مليون في فرنسا وقت اللي يطلع لك حكم كذا كان راهو يتردوا فما حد اشكال نتساءل صحيح معناها العولمه مش ستفتت بل انها قوت الانتماء الوطني اليوم ما نتعرض له هو الحقيقه يعني كيف وهذا يسميه الاعداء الوطني سواء كانوا من تونس ولا خارج تونس راهو عندنا كيف فريمو كيف ربي معنا كيفاش نحكموا هالبلاد هذه وقلت لكم دول مرة وقت اللي عطاوا جامع الزيتونة قلتها زميلي السي مختار ندات الإذاعة التلفزة التونسية في نشط أخبار كانت تعرف شوية 2012 أول حاجة عملها أيوة قالوا نمشيو لجامع الزيتونة ونرجعوا التعليم الزيتوني وكل الرويب هذاك ناداولي قل هذه الخطوة الأولى بالضبط في طريق طويل اسمه طريق تحطيم الدولة الوطنية مانيش راجع فيها وإلى الآن وربما اليوم استشرى كان يمكن توقيفه لكن الله غالب أنا أنت تعرفوا
مسالش حتى ما تعرفوش باغراف، راهو الشعب الفرنسي كثير ياسر مشابعة للنازيين ياسر، ثم نقول لك حتى 80%. إلا سوفي كل جنرال دوغول بران لا شوز ما ويعمل لابيل دي جوان جوان بور كل الفرنسي كانوا كان دايخ وفاق، فإذا بالمقاومة معناها عامة البلاد يكفي اليوم باش وانتم لهذا كل زميل وكل ايش نعمل انت باش تعمل يا اخي لا سيفري معناها ماشي انا انت باش تعمل باش ننقذوا الوطن نتاعنا ان نعود الى اصولنا الى هويتنا التي قدت من تعشق الحريه كل حاجه ما فيهاش حريه انا ما نحبهاش العقيده الدين الاب يا اخي ما تفرضش عليه الصلاه بالسيف ما تفرضش عليه الشراب بالسيف ما تفرض عليه حتى شيء ثم نحى عليه الجهل شنو جايب لي ختان البنات تو هذا كلام تو جافو زاسيو ساعه كامله في التلفزه على الطاوله بارك الله فيك موري ضروب الخيانه الوطنيه اللي تعرضت لها الوطن وقت اللي يجيو البنيات في نابل ما عادش كان شاف حد بنيات تاع ست شهور سبع سنين وثمان سنين وجايب لهم واحد من دراتني يعلم فيهم كيفاش يعمل لباس الاسلامي هذا كلام توا قالوا لنا موتوا بغيظكم قالوا لنا موتوا بغيظكم يعني ثبنا واحد بفلوس يجيب لنا واحد يسبنا هذا وطني هذا علاش نقول احنا نحن نتعرض راه ما احناش حاجه اخرى خليني نقول لكم حاجه بربي راه عمركم ما تعاملوا على حد ما ثماش لا امريكا ولا فرنسا ولا زعيد بن معيد باش يجي يقاوم وراه مش صحيح ان يساندوا في بالنسبه لهم هما وقلت بالضبط وعملت عركه في ايطاليا من هذا شو يقول لي الوزير نتاعك ساعات يقول لي يا سي فلان انا ماذا بي على التوانسه ونحبه اما انا في عود باش يعملوا لي العرك ويعملوا لي تقنبيل في سان ميشيل وفي كذا على خاطر انتم تهجوا فيهم يا اخي خذوا ولادكم وخلي يعملوا تقنبيل عندكم عنده حق ما نجمش نلوم فرنساوي اللي يحب يحمي بلاده ما نجمش نلوم طليان يحب يحمي بلاده أنا أقول يا أخي الناس هذوما لكن أنا نعمل كيف نحمي بلادي ونحميهم أولا من التواسى اللي فجروا واللي لابس شكله واللي لابس كذا واللي لابس حيث معناها الحقيقة متاع ربي معناها أشياء كثيرة معناها هذاك علاش أختي اللي برشا تكلمت على الباتريوتيزم سي فري معناها اللي قالته على الباتريوتيزم معناها أنه معناها قال الرجل جو دون تو سون أوتي ريان يعني أعطي كل شيء دون أن أحرم نفسي شيء أي شيء حيث هذا هو أن أعطي كل شيء للوطن ونعرف هذاك يعود إلي حيث أعطيه لنفسي هذا علاش أقول أنا معناه ال وراه هنا زاد ماذا بيا العنف في التاريخ وما ما فسرتش هذا مليح يعني مش تبرر فيهم لا لا يعني احنا بنينا الدولة الوطنية والدولة الوطنية قائمة الدولة الوطنية بنات أشياء من نوع هذايا لا أما نقول التاريخ وقع كذلك يعني الثورة الفرنسية قلت لكم زالوا العظام زالوا موجودين محتفظ به بالفرنسيس لوبير لاشيز اللي يعرف البقرة أنا نمشي له لوبير لاشيز يعني كل حجرة فيها راس بتاع الفرنساوي توفى في 72 1800 يعني لا كوميل دو يعني قول كان بودي وكنا نود جميعا أن لا تقع الفتنة اليوسفية كنا نود جميعا أن تتم الأمور حتى اليوم ماذا بينا ما يقتلناش أولادنا وما يعتدوناش على إنساننا وعلى بلادنا ماذا بينا لكن يا أخي هاو الواقع نحن مكرهون على مواجهته بالطريقة الملائمة إذا لزم الأمر بقوة الجيش إذا لازم الأمر بقوة الحرس بقوة كذا وإذا لازم الأمر بقوة الحجة يعني مهما كان أنواع المقاومة فنحن لها وفي تقديري وهذا يعلش مرة أخرى نقول أنه معناها هذا الحزب الذي لا أنتمي إليه ولكن يشرفني جدا أن أتعامل معه وأن أكون في خدمته هو من الأحزاب التي نعول عليها لإنقاذ الوطن مما آل إليه حتى يبقى وفيا لجوهره أعتقد أي لتعشق الحرية وطلب العلم وطلب المعرفة وبارك الله فيكم